واحدة من المباريات المهمة بالنسبة لفريق نادي دبا من أجل نقاط ستة يحاول يعني يحسمهم يجمعهم. خطيرة جدا فرصة الفاول الأول جميلة جدا. هدف الأول الكسير، الهدف الأول الكسير يتقدم بهدف جميل جدا، ضيع واحدة لكن حط رجله في توقيت حلو قوي. يتقدم الكسير لصالح فريق نادي الشارقة بهدف أول جميل، عرضية حلوة قوي بتاعت فينيسيوس، والعرضية الجميلة طبعا هنا بتلاقي واحد من اللعيبة الكبار طبعا الكسير يحط الكرة بقدم جميلة جدا جدا، يسجل أول أهداف في اللقاء بالنسبة لصالح فريق نادي الشارقة. شوف العرضية، لكن هنا طبعا تمركز بعدد كبير من اللعيبة، لكن المراقبة وحشة قوي بالنسبة لمدافعي نادي دبا، المراقبة وحشة قوي بالنسبة لمدافعي نادي دبا. الراجل اللي قدامه والراجل اللي وراه، اللي وراه كان المفروض يكون في وسط الاثنين لعيبة بتوع الشارقة، واللي قدامه كان المفروض يكون رقابة المان، والمساحة مختلفة تماما عن الوضع اللي هو كان موجود عليه. إنما في الأخير الأهداف أخطاء، وهنا الترجمة الجميلة من قبل اللاعب الكسير يعلن عن أول أهداف اللقاء. النجم الأسباني واحد من الأسماء الكبيرة جدا، 29 سنة طبعا، نجم فريق نادي فياريال لسنوات، نجم بروسيا دورتموند لسنوات، ونجم فريق نادي فالنسيا، ولعب طبعا للبارسا ثلاث مواسم. رقابة خطيرة جدا، هدف أول، هدف أول لدبا، ممتاز، هدف أول لدبا. يعود دبا عن طريق جندير، يعود دبا عن طريق جندير، وادي جماهير دبا اللي بتؤازر نادي دبا طبعا في هذا المساء، ويعود دبا بهدف مقابل هدف هنا في مرمى نادي الشارقة. المخرج قطع عليه الهدف، لكن جندير يسجل هدف جميل جدا، برينو جندير يسجل هدف حلو قوي قوي. جندير هنا برينو يسجل هدف جميل، شوف الكرة هنا، وادي على طول عادل حسني، شوف 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 هنا، اعتقد خطأ في الدفاع على طول، قصيرة غلطة من الحارس، غلطة من الحارس عادل الحسني، غلطة كبيرة جدا من حارس عادل الحسني في لعب مع الكبار بقى، مع جندير يلعب بالنار، وعادل الحسني يغلط غلطة كبيرة جدا وتسبب في هدف في مرمى بالخطأ. عاوز يلعب الباص مع زميله، لكن يسجل بقى جندير هدف جميل جدا جدا يعدل بيه لصالح فريق نادي دبا. اذا هدف لدبا يخلي ال 12 دقيقة المتبقية من عمر المباراة او يعني شكل تاني.